هل تصح عمرة من عليه دين؟ تصح العمرة إذا جاء واعتمر تصح عمرته، ولكن يكون آثما في أنه صرف المال للعمرة وترك الدين الذي عليه. الواجب أنه يسدد الدين أولا، فإذا بقي شيء يعتمر فهو تصح عمرته مع الإثم، إلا إذا كان الدائن سمح له، إذا كان الدائن سمح له فلا بأس.